طبعا النجم محمد سمير نجم المقاولين الحالي والاهلي السابق، يعني طبعا ذكريات كتير قوي جمهور النادي الاهلي بيحبه جدا. 10 بطولات مع النادي الاهلي، مدافع متميز من اكتر المدافعين المتميزين، واللي كورته حلوه وهادي جدا في الملعب طبعا في الدوري المصري. طبعا يعني ذكريات كتير قوي مع النادي الاهلي، الحقيقه موسم رائع كمان مع المقاولين العرب. مشرفني ومنورني في الاستوديو، كلام كتير وطبعا اسئله كتير كمان من حضراتكم اللي شاركتونا بيها على صفحات التواصل الاجتماعي. منورني يا كابتن محمد. ربنا يخليك يا ساره، مبسوط ان انا معاك النهارده. احنا مبسوطين اكتر طبعا، وخلينا نبداها كده من البدايه ونشوف من بدايه الناشئين، فتره وجودك في ناشئين النادي الاهلي وابرز اللحظات وقتها. احكي لنا عن التجربه دي وقتها. لا يمكن اكيد انا بدات زي اي حد، كنت انا اصلا من بني سويف، وبدات من وانا صغير كنت في ناشئين بني سويف، وبعد كده زي اي حد خدت تجربه ان انا اروح اختبارات النادي الاهلي، والحمد لله ربنا كرمني وقدرت ابقى موجود في ناشئين النادي الاهلي. طبعا سنين كتير بقى في فتره الناشئين، مريت بالحمد لله بمواقف كتير كويسه لغايه ما ربنا برضو كرمني وقدرت اتصاب مع الفريق الاول في وقت كان الفريق الاول. كان صعب قوي وقتها يا كابتن محمد انه حد يطلع الفريق الاول، يعني يمكن قبلك كان كابتن عاشور، وبعدها مثلا سنه او سنتين كان كابتن احمد عادل عبد المنعم. لا احمد كان طلع معايا. معاك. يعني طلعنا مع بعض، لان احمد اصلا من قدي. احمد احنا كنا في نفس الفرقه واحنا في الناشئين، عاشور اكبر مننا. ده كان بعد عاشور بسنه او سنتين. طلعنا تقريبا بعد عاشور بسنه او سنتين. الموضوع زي ما انت بتقولي كان صعب جدا الفتره دي، كان انت عارفه الفريق الاول كان مليان لعيبه كبيره ولعيبه نجوم، ومستر مانويل كان كل تفكيره في انه عايز يجيب لعيبه جاهزه تقدر تلعب على طول. يعني برضو خلي بالك، هو احنا يعني حالتنا التوفيق بشكل كبير جدا ان احنا موجودين في الفريق الاول. الموضوع كان فيه توفيق كبير، يعني عاشور مستر مانويل كان بيتفرج على فريق ال 20 سنه، كانوا هم قايلين له في النادي ان هو يتفرج على اربع خمس لعيبه معينه، مش من ضمنهم عاشور. الوحيد اللي اختاره في بعد الماتش قال لهم انا عايز رقم، كان عاشور بيلبس اربعه، قال لهم انا عايز رقم اربعه. ما كانش الوحيد، ما كانش عاشور من ضمن الناس اللي هي مرشحه اصلا. فده بالنسبه لعاشور. انا واحمد كنا تقريبا، احمد كان بيطلع برده في اغلب الاوقات قبل ما احنا نطلع كمان، لان احمد كان عشان جول كبير، فكان اوقات مثلا يبقى في منتخب فبيطلعوا الاجوال الصغيره تتمرن مع الفريق الاول عشان لو في ماتشات وديه او تمارين يبقوا موجودين. فاحمد كان على طول بيطلع. جت برده الفرصه بالنسبه لي ان الفريق الاول كان حسم الدوري، وكان فاضل ثلاث ماتشات على الموسم ما ينتهي، فمستر مانويل خد اجازه وادى اللعيبه الاساسيه اجازه، والكابتن حسام البدري اشتغل باللعيبه اللي هي بقى لها فتره غايبه عن الماتشات، وطلع مجموعه ناشئين كنا تقريبا في حدود 10 ناشئين. والكابتن حسام قال هحاول ادي فرص للناشئين لو في حد كويس يعني. فالحمد لله انا الوحيد اللي لعبت من العشره اللي كنا موجودين مع الفريق الاول. كان عندنا كان من ثلاث ماتشات كان نادي الزمالك اول ماتش ما حدش فينا شارك، الماتش اللي بعده كان الاسماعيلي في الاسماعيليه. كابتن حسام قال لي قبل الماتش انت هتلعب، والحمد لله من ساعتها عملت ماتش كبير، ورجعت على طول من الاسماعيليه على النادي، عملنا عقد ومن ساعتها انا موجود مع الفريق الاول. مستر مانويل برده لما اتفرج على الماتش الحمد لله اتكلم عليا بشكل كويس، ولما رجع طبعا بدات معاهم فتره اعداد فكملت مع الفريق الاول. لعبت كتير وقت مستر مانويل جوزيه، كنت بتشارك كتير. يعني بصي، يعني اول سنه تقريبا ممكن مشاركتي كانت قليله. مستر مانويل اتكلم معايا قال لي انت لسه صغير ومحتاج تاخد خبرات ومحتاج تتعلم حاجات كتير، فكانت مشاركتي مش بشكل كتير. تاني سنه يعني الحمد لله شاركت بعدد ماتشات كبير جدا، وبدات احط نفسي يعني مع اللعيبه بشكل كويس، وبدات اخد خطوات كويسه. مستر مانويل مشي، بعد كده جه الكابتن حسام، فبدات الامور برضو تختلف شويه. ازاي؟ يعني في المشاركات بدات تقل، المشاركات بدات تقل بعد كده. طب لما رجع بقى مستر مانويل؟ رجع بقى مستر مانويل، للاسف مستر مانويل رجع في توقيت صعب جدا، لان احنا كنا نادي الزمالك كان فارق عننا بنقط كتيره، كان قريب ان هو ياخد الدوري، ومستر مانويل رجع في توقيت الفرقه ما كانتش في حاله اتزان، وكنا زي ما بقول لك بعيد عن نادي الزمالك في الدوري. فهو حب برضو ان هو يلعب اكيد اللعيبه اللي جاهزه، حتى هو جه يتكلم معايا. رجع بالظبط، كنت لسه اسالك. لما رجع اتكلم معايا طبعا هو استغرب جدا ان انا بقى لي فتره يعني بيقول لي انا سايبك واخد ماتشات كتير السنه اللي انا مشيت فيها وخلاص، انا قلت انا هرجع الاقيك من ضمن الناس الاساسيه اللي موجوده في الفرقه، وبالذات ان السنه اللي هو مشي فيها مستر مانويل في لعيبه كتير في خط الدفاع بدات تعتزل، يعني كابتن شادي محمد مشي من النادي، كابتن عماد النحاس اتعور واعتزل، ما كانش فيه غير انا وكابتن وائل جمعه وكابتن احمد سعيد.
كان موجود برضو، يعني كان انا بتكلم ان احنا ايه بدا العدد يقل فبدات الفرص تبقى احسن يعني. فهو استغرب، فقلت له وجهه نظر الكابتن حسام ان انا ما يعني هو بيعتمد على ناس معينه ودي وجهه نظره. وبعدين كان ايام مثل ما كنا بنلعب بثلاثه ورا مع الكابتن حسام بقينا بنلعب باثنين، فالعدد اصلا اوريدي قل واحد، فبقت الفرص بالنسبه لي قليله. بدات اخد ماتشات على الفترات. فهو لما رجع طبعا هو كان مضطر ان هو زي ما بقول لك يلعب الناس اللي جاهزه عشان يقدر يجيب فرق النقط ما بينه وما بين نادي الزمالك. والسنه دي فعلا قدرنا نجيب نادي الزمالك وقدرنا في الاخر ان احنا ناخد الدوري. بعد كده خلصنا بقى، انا حسيت ان انا بقى لي برده ايه يعني الامور بالنسبه لي ايه مش كويسه وانا مش حابب اقعد. وبعدين شايف زمايل ليا كتير بيطلعوا اعارات وبيشاركوا وبيكتسبوا خبرات. انت كان اهم حاجه عندك وقتها انك تشارك انك تلعب. كان نفسي قوي يعني، انا بحب اللعب وبحب على طول دايما رجلي تبقى في الملعب. انا مقتنع ان طول ما انت رجلك في الملعب وبتلعبي اي حاجه بعد كده هتيجي. سواء بقى فلوس، سواء ان انت اسمك هيعلى، سواء منتخب، سواء يعني في حاجات كتير هتفتح. لا وكمان من ناحيه ثانيه يا كابتن بقى خلاص السن مجرد رقم يعني. ما شاء الله يعني تشوف دلوقتي لعيبه متالقه جدا في الملعب. عندنا طبعا كابتن وليد سليمان، عندنا كابتن احمد فتحي، وانت طبعا يا كابتن ده يعني حقيقي ربنا يخليك. فده حقيقي. لا السن دلوقتي فعلا هو رقم، طول ما انت قادره وبتجتهدي وبتعملي اللي عليكي والناس مش حاسه ان انت يعني في مشاكل بدنيه في الملعب، لا تقدر تكمل لغايه ما انت تقدر تحدد الوقت المناسب بالنسبه لك ان انت تعتزل. وعندنا زي ما انت قلتي امثله كتير لعيبه، يعني احنا دلوقتي لو جينا اتكلمنا على احسن لعيبه في مصر هنلاقي اللعيبه الكبيره لعيبه مؤثره في انديتها وعامله مواسم كبيره وخبراتهم طبعا بتفرق معاهم. ف يعني زي ما انت بتقولي الموضوع مساله سن، في لعيبه صغيره عندها مشاكل بدنيه وما بتقدرش تكمل السيزون كامل ان هم يقدروا يلعبوا ماتشات ورا بعض. فهو الموضوع كل واحد ومقدرته يعني. طيب ما فيش لاعب تحت قياده مستر مانويل جوزيه لما كان بيتكلم على عظمته في التعامل مع اللعيبه على المستوى الفني وعلى المستوى النفسي، ليك كده كواليس معاه تفتكر حاجات معينه اتعلمتها منه او مواقف معينه ليك مع مستر مانويل؟ لا كتير، حاجات كتير الحقيقه يعني. مستر مانويل مدرب كبير ومدرب عمل حاجات في الكوره وغير حاجات في الكوره جوه مصر كتير، وغير كتير في شخصيته وعقليه اللعيب المصري لا يعني علمنا حاجات كتير جدا يعني. انا مش هنسى طبعا انا كنت لسه صغير وطالع، فانت عارفه اللعيب الصغير دايما بيبقى محتاج العامل النفسي ده مهم طبعا. جدا مستر مانويل شاطر في الموضوع النفسي ده بشكل كبير، بيقدر يتعامل مع اللعيبه نفسيا بشكل كويس جدا ويقدر يتعامل مع كل واحد على حسب شخصيته عشان يقدر يطلع من كل واحد اقصى حاجه عنده. دي كان حاجه مميز فيها جدا. كنت مهما بلعب وممكن يجي عليا ماتشات مش موفق او عندي اخطاء، عمره ما انتقدني. وده كان حاجه مميزه بالنسبه لي جدا، لان انت زي ما بقول لك عارفه اللعيب الصغير لو انتقدتيه على طول او حطيتيه تحت ضغط ممكن ما تقدريش تاخدي منه حاجه لان هو اوريدي ما عندوش خبرات. دي قدر يساعدني فيها بشكل كبير جدا. كان على طول كلامه معايا ايجابي، على طول بيتكلم معايا ان انا يعني اقدر اتعلم واقدر ابقى موجود في النادي لفترات كبيره واقدر ابقى من احسن المدافعين في النادي، يعني على طول كلامه معايا ايجابي الحقيقه. اتعلمت طبعا منه حاجات كتير زي ما بقول لك. هو مدرب عبقري، مدرب طور الكوره بشكل كبير في مصر يعني. انا حتى بستغرب جدا من اوقات كتير الناس بينتقدوه او بيقول ان هو كان معاه جيل مش هيتعوض. دي حقيقه كان لعيبه كويسه كتير، بس هو قدر يتحكم في اوضه اللبس وقدر يتحكم على اللعيبه دي، لان برده سلاح ذو حدين لما يبقى عندك لعيبه كبيره كتير يا انت تقدري تتحكمي فيهم ككوتش، ان انت تقدري تتعاملي مع الناس كلها بشكل كويس وتقدري تدخلي جوه الناس دي ان ما عندهمش مشاكل سواء العب او ما العبش. وفي نفس الوقت ممكن يعمل لك مشاكل لو ما قدرتيش تتحكمي فيهم يعملوا لك مشاكل، اللي ما بيلعبش يقدر يعمل لك مشاكل تبدا الفرقه تبوظ. فهو كان شاطر جدا في الموضوع ده. متفاهمه جدا انه قد ايه وقتها انت كنت عايز تلعب اكتر وتشارك اكتر، وده طموح طبيعي يعني ومشروع، بس حاسس انك استعجلت شويه في انك تمشي من النادي الاهلي؟ يعني ممكن طبعا مع الوقت ومع مرور السنين ممكن لما بقعد مع نفسي اكيد بقول ان انا استعجلت وكانت الخطوه دي ممكن ما اخدهاش بدري، لان انا اوريدي كنت صغير واوريدي لما رحت اتكلمت مع الناس ان انا عايز اطلع اعاره الناس اصلا استغربت جدا يعني. وكان بالنسبه لهم قرار مفاجئ ان انت يعني انت بناء على ايه بتقول ان انت عايز تطلع اعاره، انت لسه صغير حتى لو دلوقتي ما بتشاركش سنه سنتين ثلاثه انت لسه اصلا يعني محتاج تاخد خبرات ومحتاج تتعلم. وده كان كلامهم معايا، فانا ما كانش عندي ادنى شك ان انا ممكن ما ارجعش النادي تاني يعني. خلي بالك انا كان كل تفكيري ان انا اطلع سنه اشارك بشكل يعني بشكل كبير واقدر العب الماتشات كلها في الدوري، اقدر اكتسب خبرات بحيث ان انا ارجع النادي تاني تبقى الامور بالنسبه لي ايه مختلفه تماما. اكيد لو كان رجع بيا الزمن كنت التفكير كان هيتغير شويه، ما لان انا ماشي من النادي كنت بنتكلم في 23 سنه 24 سنه لسه صغير طبعا يعني. كنت ممكن طبعا اكيد ما فكرش ان انا امشي في التوقيت ده، بس هو قرار واخدته
وبعد كده عشان كنت ارجع النادي تاني حصل بقى مشاكل كتير، وحصلت لما جزرت بورسعيد، وبعد كده ثوره، وبعد كده مشاكل كتير اصلا الكره اتلخبطت في مصر. ومع ذلك يا كابتن يعني 23 سنه و10 بطولات مع النادي الاهلي، هنتكلم عنها طبعا بالتفصيل وعن البطوله الاغلى والاقرب لقلبك واكيد افريقيا طبعا منهم. بس نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن محمد سمير. برحب بحضراتكم مره ثانيه، ولسه منورني كابتن محمد سمير، وكنت بتكلم معاك في مسيرتك يا كابتن، وكنا بنقول يعني مسيره مليانه الناس تمشي من الاهلي ممكن ما نسمعش عنها قوي او يجي لها احباط، ولكن انت بعد الاهلي برضو لا في يعني مستمر في التالق الحقيقه، سواء بنتكلم على سموحه والاتحاد والمقاولين. ولكن بما انك لعبت للاربع انديه دول، ايه الفرق يعني بالنسبه لك انت، كان ايه الفرق بين الاهلي واي نادي تاني لعبت له؟ لا طبعا كان خروجي اصلا من النادي نفسه في ده في حد ذاته كان الموضوع بالنسبه لي صعب جدا، وكان كنتش عارف لسه بقى انا هقدر ازاي اتعامل ان انا اروح نادي تاني او ادخل اوضه لبس تانيه او انا زي ما بقول لك من الناشئين، فكان الموضوع بالنسبه لي مختلف. والله كل نادي كان ليه كان عنده كانت فتره كويسه، يعني قابلت فترات كتير كويسه وفترات مش كويسه، وكل نادي ليه اهدافه وليه طموحه. طبعا النادي الاهلي اكيد مختلف عن اي حد، يعني النادي الاهلي في مكان تاني خالص. انت طول ما انت موجوده في النادي الاهلي ما بتعمليش حاجه غير ان انت بتلعبي كوره، كل الحاجات التانيه انت مش يعني ما عندكيش مشاكل في اي حاجه. اهدافك وطموحك كلها ان انت تكسبي عشان تفرحي جماهير كبيره وشعب كامل بيحب ان انت على طول تكسبي. ده في حد ذاته حاجه كويسه جدا، ان انت على طول اي بطوله بتدخليها عايزه تكسبيها، وهدفك على طول ان انت المركز الاول بالنسبه لك. فده في حد ذاته طموح وحاجات كويسه، دوافع كتيره يعني طول ما انت شغاله بتلاقيها بتبقى موجوده اوريدي في الفرقه. الحاجات دي كلها احساس جميل ان انت بتلعبي حاجه بتحبيها، في نفس الوقت بتلعبي على طول ان انت عايز تكسبي وعايز تاخدي بطولات وعايز تفرحي الناس اللي بتتفرج. ده في حد ذاته حاجه كويسه، وانا كمان بحب الحاجات دي، وبحب بحب على طول ان يبقى في يعني زي حوافز ان انت تبقي مش مجرد ان انا بلعب حاجه وخلاص، لا يعني احنا بنلعب عشان برضو حاجات كتيره تانية، ان انت تكسب، ان انت على طول تاخد بطولات، يبقى عندك سي في كويس، تقدر تفرح ناس كتيره بتحبك. فده المختلف اكيد عن النادي الاهلي عن الانديه الثانيه. مع احترامي طبعا الانديه الثانيه كلها اكيد انديه كويسه، بس الاهداف بتبقى مختلفه. يعني النادي الاهلي زي ما بقول لك اهدافه على طول ان هو عايز يكسب، عايز الماتشات كلها بالنسبه له مكسب، اي بطوله عايز يدخلها عايز يقدر يحقق البطوله عشان يفرح الناس كلها. الانديه الثانيه كل واحد بيشتغل على حسب امكانياته والحاجات المتوفره. يعني اكيد 10 بطولات مع الاهلي ومنهم افريقيا، وبما اننا داخلين على الهدف الاهم بقى نهائي افريقيا يوم 27 نوفمبر باذن الله، كنتوا ازاي بقى بتستعدوا لبطوله كبيره زي افريقيا؟ ازاي بيبقى الاستعداد مختلف؟ لا الاستعداد طبعا في افريقيا اكيد مختلف عن اي بطوله، لان طبعا اللعيبه والنادي وكل الناس بتشتغل اصلا كل الشغل الاكبر وكل التركيز الاعلى في افريقيا. هم عارفين ان بطوله افريقيا هي البطوله المحببه عند الجماهير، الدوري والكاس مهما كان بطولات اكيد مهمه، بس خلاص الجماهير دلوقتي وصلت لمرحله ان هي بالنسبه لها بطوله افريقيا هي الهدف الاهم، والدوري ده عادي، والدوري ده كده كده اوريدي محسوم. يعني هو ده تفكير الناس، ده الحقيقي يعني. طب شايف ازاي الفريق دلوقتي تحت قياده موسيماني؟ شايف ازاي مباراه النهائي يعني النهارده الساعه 9 ان شاء الله، مباراه الزمالك والرجاء، وطبعا هيتحدد الطرف الثاني، انت الاول بتتوقع كده مين يكسب المباراه دي؟ والله بص هي ماتشات السيمي فاينال افريقيا دايما صعب التوقع، بس انت راقبت يعني شفت الفريقين فنيا؟ لا يعني هو بصي ممكن نقدر نقول ان الكفه متساويه، بس يعني اكيد كفه نادي الزمالك الارض شويه، لان هو محقق نتيجه ايجابيه بره ملعبه، وعنده الماتش النهارده في ملعبه، فاعتقد ان الزمالك هو الاقرب يعني ان هو يقدر يعدي عقبه الرجاء النهارده. فالزمالك بنسبه كبيره هو هيبقى المنافس للنادي الاهلي. قبل بقى ما نروح لمباراه النهائي، شايف ازاي دلوقتي الفريق تحت قياده موسيماني بعد طبعا الفتره بتاعت فايلر، شايف الاختلاف ازاي؟ شايف جه طور الفريق ازاي؟ لا بصي هو انا يعني كنت من اشد الناس المعجبه جدا بموسيماني، وكنت مبسوط جدا ان النادي الاهلي خد القرار ده، مع ان في ناس كثيره معترضه ان هو معترضين على جنسيته، ما اعرفش برضو ايه ان حد يعني من افريقيا يجي، ما اعرفش التفكير يعني. انا بالنسبه لي موسيماني اختيار موفق جدا واختيار هايل من مجلس الاداره. موسيماني انا شايفه تابعته كتير مع سان داونز، بيلعب كره كويسه جدا وبيقدر يعمل نتائج ايجابيه كتير، وعنده خبرات كبيره في افريقيا، عنده العامل النفسي مهم جدا، ودي حاجه في اللعيب المصري مهمه جدا، ان انت لو اتعاملتي مع اللعيبه المصريه نفسيا بشكل كويس تقدري تطلعي منهم اقصى حاجه واحسن حاجه. مستر فايلر اكيد ما نقدرش نبخس حقه، مدير فني كبير وحط النادي الاهلي على المسار الصحيح ورجع شخصيه النادي الاهلي تاني. مش ما ننساش ان هو كان جاي في فتره النادي الاهلي
كان عنده عدم توازن، قدر يرجع النادي الاهلي تاني لوضعه الطبيعي باداء ونتائج، وكان عامل حاله كويسه جدا. بس مستر فيرر كان، انا كلمت كنت بتكلم كتير مع لعيبه النادي الاهلي، كان عندهم تحفظ شويه من تعامله، لان هو يعني ما بياخدش ويدي زي ما احنا بنتكلم كده، عنده هو الموضوع بالنسبه له شغل. بس الحته النفسيه دي يعني الحته النفسيه دي هو مش مميز قوي فيها. عنده الموضوع بالنسبه له شغل واحتراف. اللاعب المصري زي ما بقول لك بيحب جدا ان هو شغل واحتراف وكل حاجه، بس برضه يبقى في علاقه كويسه مع المدرب، بيقدر يعمل توازن ان انا بقدر اخلق حاله كويسه وسط الفريق، وفي نفس الوقت انا كوتش وانت لعيب، انت عارف ان في حدود وفي خطوط حمراء. يعني ده اللي عامله موسيماني، الاختلاف اللي انا شايفه ما بينهم. يعني دي حقيقه. بتكلم على مستر موسيماني ان هو اكيد طور الفريق كله، يعني الفريق كله نجم النادي الاهلي، مش هنقول على نجم واحد، ولكن برضو اكيد في مفاتيح قوه من وجهه نظرك ليه في مباراه النهائي. اكيد في لعيبه بعينها انت شايف ان دي الكي بلايرز او مفاتيح اللعب لمباراه النهائي، سواء هنقابل الزمالك او الرجاء. لا اكيد طبعا، في زي ما انت بتقولي الفريق كله عنده، يعني ما فيش نجم معين نقدر نتكلم فيه. هو دايما النادي الاهلي اصلا كل على مر العصور يعني بيقدروا يعملوا ان التيم وورك نفسه هو اللي بيقدر ينجح الفريق، ودي دي اعتقد حاجه كويسه جدا. النادي طبعا عنده لعيبه كتير كويسه، ولاعيبه تقدر تصنع الفرق في المباراه النهائيه. بنتكلم في حسين الشحات، اكيد يقدر يصنع لك الفارق، وليد حتى لو تغييره يقدر ينزل يعمل لك فارق. طبعا السلية ما نقدرش نبخس حقه في نص الملعب، ما شاء الله عامل موسم هايل، عامل توازن كبير ما بين الدفاع والهجوم في نص الملعب مع ديانج. طبعا اكيد عندنا مفاتيح لعب كتيره، بالذات في الخط اللي قدام زي ما بقول لك، في حسين كهربا طبعا لو اشتغل اكيد برده يقدر يعمل لك حاجه كويسه مع اجايي. عندنا الشناوي طبعا، الشناوي اكيد يعني الشناوي لا الشناوي ما شاء الله طبعا دلوقتي يعني. دلوقتي هو يعني عنده ثقه كبيره، جماهير النادي الاهلي عندها ثقه كبيره فيه، يعني قدر الحقيقه يعني يسد الفراغ ده. الناس كلها كان عندها يعني في شويه قلق مع مر الوقت بقى بعد الحضري ما مشي، بس اعتقد الشناوي قدر دلوقتي خلاص الحمد لله. يعني الموضوع لمركز حراسه المرمى ده النادي الاهلي ما عندوش اي مشاكل فيه، حتى الجماهير بقى عندها ثقه كبيره في الشناوي، بقوا عارفين ان هو جول كبير يقدر يخدم النادي لسه كمان ان شاء الله كذا سنه. فطبعا الشناوي اكيد ليه دور مؤثر طبعا مع الفريق اكيد. طيب لو اتكلمنا عن النهائي مصري خالص، الاهلي والزمالك، معلول طبعا انا نسيت برضو معلول. معلول طبعا يقدر يعملك الفرق، واكيد هيبقى ورقه مهمه جدا في النهائي، جدا من اكتر اللعيبه المؤثره طبعا. لا طبعا معلول مع اجايي كمان قدامه فاهمين بعض كويس جدا، ويقدروا يعملوا جبهه اكيد تشكل. مين اكتر مدافع يا كابتن بتحبه من وانت صغير، بتشوفه مثلك الاعلى في سواء في الدوري المصري او في بره؟ يعني عموما يعني لا انا بحب راموس طبعا بره. راموس اكيد انا شايفه من المدافعين المتكاملين، يعني عنده كل حاجه، بيعرف يلعب كوره، بيعرف يدافع كويس، بيعرف يجيب جوان. لسه بتحبه بعد اللي حصل مع صلاح في الشامبيونز ليج؟ لا طبعا اللي حصل مع صلاح اكيد ضايقني، بس هي دي في الاخر كوره يعني. أكيد. انا شايف ان راموس طبعا من احسن المدافعين في العالم، وجوه مصر طبعا كان في ناس كتير كنت بحبها. فان دايك طبعا مدافع كبير اكيد، وقدر الفتره اللي لعب فيها مع ليفربول قدر برضه يسد هياثر على ليفربول طبعا، هياثر بشكل كبير، هياثر بشكل كبير، وهيفرق معاهم جدا في النتائج. وفان دايك كمان وجوده مهم، لان هو بيقدر في خط الدفاع ده كله، لما يبقى عندك حد تقيل في خط الدفاع يقدر يعمل توازن بشكل كبير. ممكن وهو بيلعب ما تحسيش بالموضوع ده قوي، لما يغيب تبداي تحس بان هو قد ايه كان مؤثر. وده اعتقد مع مرور الوقت ليفربول هيعاني طبعا في الدوري او مع البطولات اللي هو بيشارك فيها في المنطقه دي، لازم اكيد يسدوا الثغره دي، لان هم اوريدي كمان عندهم مشكله في الحته دي غير فان دايك. عندهم اي حد بيلعب جنبه ما فيش حد يقدر ليفربول يعتمد عليه بشكل كبير يعني. وفي مصر كنت هتقولي في مصر مين؟ لا في مصر في مدافعين كتير بحبها طبعا، كنت بحب طبعا كابتن وائل جمعه، كابتن وائل النحاس كنت بحب طبعا لعبه جدا، ابراهيم سعيد اكيد من المدافعين اللي كان برضه متكامل بشكل كبير يعني. لا في مدافعين كتير جم في مصر كويسين. كان في وجهه نظر بتقول ان المدافع ممكن ما بيتنجمش قوي في السوشيال ميديا او كده زي المهاجم، بما انه يعني بطبيعه الحال المهاجم هو اللي بيجيب اهداف، فممكن اسمه بيتقال اكتر. انت شايف ان ده صحيح؟ ده حقيقه طبعا، ده واقع، وبعدين الواقع ده موجود في العالم كله. دلوقتي لما بنيجي نتكلم على اللعيبه بره بنتكلم على طول على ميسي، على كريستيانو، على صلاح، على اللعيبه كلها اللي في الخط اللي قدام يعني. قليل لما تلاقي حد بيتكلم بشكل كويس على مدافع. بس حديثا ده ما بقاش قوي حاصل يعني، زي ما احنا بنتكلم دلوقتي هو بقينا لا خلاص ده في فان دايك، ده في راموس، ده في ممكن يكون الموضوع قل طبعا عن زمان، بس ده انا شايفه طبيعي جدا وواقعي. دايما المهاجم والناس اللي
تقدر تجيب جوال، هي دايما بتاخد الشغل اكبر يعني، فده طبيعي يعني. طيب خليني برضو انا عايزه اروح معاك، انا كنت الاول بقولك على الاهلي والزمالك في النهائي، فنيا هتبقى شايف المباراه دي ازاي؟ لا مباراه صعبه وقويه جدا الحقيقه يعني. اعتقد ان الماتش ده ما حصلش تقريبا قبل كده في تاريخ افريقيا ان الاهلي والزمالك يلعبوا نهائي. دي حقيقه اول مره. الظروف هتبقى صعبه جدا، الماتش هيبقى قوي جدا. النادي الاهلي دلوقتي انا شايفه طبعا عامل يعني تيم قوي وفي احسن حالاته، وكذلك نادي الزمالك عامل برضو تيم كويس جدا، وهيبقى ماتش صعب جدا على الطرفين. التأجيل في صالحنا يا كابتن ولا لا؟ والله بصي ما يعني مش مقدرش اقول اذا كان في صالحنا او احنا، كنا الكيرف بتاعنا كان عالي جدا، كنا واصلين لمرحله ان احنا يعني حاسين ان احنا ممكن اي حد دلوقتي لو لعبناه نكسبه. بس في نفس الوقت برضو ما تعرفيش يعني، كان ممكن برضو تلعبي ولا قدر الله يحصل اي حاجه تانية، ف يعني دي حاجه بتاعت ربنا، ومش عارفين لسه لغايه يوم النهائي ايه اللي هيحصل، لسه في وقت طويل، لسه عندنا اجنده دوليه، اهم حاجه اللعيبه ان شاء الله ما حدش فيهم يجرى له حاجه او يتصاب، اللعيبه كلها تبقى سليمه، ربنا برضو يستر في موضوع كورونا برضو، لان الموضوع برضو ممكن في ثانيه يبقى حد ايجابي تقدري يقدر يعني يبعد عنك في المباراه النهائيه. فيعني ان شاء الله من هنا لغايه المباراه النهائيه اكيد في حاجات كتيره هتحصل. أكيد. نتمنى بس ان الوقت ده يبقى التيم كله جاهز، نتمنى نحتفل بقى قريب يا كابتن. يا رب. المهم بطوله مهمه جدا طبعا، وبقى لنا 7 سنين ما خدناش البطوله، من 2013 ده مده طويله طبعا. أكيد. على الجماهير، فاعتقد الجماهير متوتشه جدا ان هم ان شاء الله التاسعة دي بإذن الله. أنا قلت لحضرتك إن من ساعة ما قلنا إنك معانا في طبعا أسئلة كتير قوي من الجماهير طبعا بيحبوا كابتن محمد سمير، فخلينا نشوف كده شوية أسئلة. أوكي. ونجاوب في. أوكي. إسلام كان بيقول لو رجع بيك الزمن وكنت في الأهلي وجالك عرض بالضعف من أي نادي تاني هتوافق؟ لا الحقيقة مش هوافق والله يعني، وبعدين مش عايز برضه عشان الناس ما تفكرش يقعدوا يقولوا يا عم لا أنت لو محطوط في المكان ده. أكيد الفلوس مهمه جدا، بس انا عمري ما كان تفكيري في الفلوس خالص يعني، حتى لغايه وقتنا هذا عمري ما بيجي لي عروض كتيره بارقام كبيره. بس انا حاسس ان انا مبسوط في نادي المقاولين ومستريح نفسيا، فبكمل. وعروض كبيره من انديه كتير وبيجي لي عروض والله مش ضعف، كمان بيجي لي 3-4 أضعاف العرض اللي انا باخده من المقاولين، بس انا بالنسبه لي زي ما بقول لك الراحه النفسيه دي مهمه جدا، فما بالك بقى ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي اصلا، البيت اللي انا اتربيت فيه، فكان الموضوع بالنسبه لي هيبقى صعب جدا ان انا اخد الخطوه دي. بالذات كمان النادي الاهلي اصلا مقدرك بشكل كويس يعني، مفيش فرق يعني. ما حتى لو الرقم كبير اللي انا هاخده بره، بس برضه النادي الاهلي هيديني رقم كبير، فاهم قصدي؟ رقم هيعيشني يعني اكيد بشكل كويس، ورقم برضه ما كنتش احلم بيه لو قعدنا كده مع نفسنا يا جماعه انت عايز توصل لرقم كام مثلا، ما كانش الرقم اللي بيتعرض دلوقتي ما كانش اي حد لعيب يحلم بيه. فحتى لو الرقم اللي بره هتاخده، لا انت بتخسر جماهيريه وبتخسر حاجات كتيره جدا في حياتك. في ناس مش فاهمه ان فكره الجمهور فعلا دي لوحدها يعني خارج حسابات الفلوس تماما. وجودك في النادي الاهلي الموضوع مختلف تماما يعني بشكل كبير، انت اصلا ماشي في الشارع بالذات لما تكون كمان الناس بتحبك ومقدره مجهودك في الفريق ومقدره مجهودك في النادي. يعني احنا بنتكلم دلوقتي في وليد مثلا، وليد دلوقتي ممكن من اساطير مثلا الناس حاطاه ان هو من اساطير النادي عشان المواقف الكتيره اللي عملها. وليد دلوقتي ممكن لو مشي في الشارع الامور بالنسبه له يعني الناس كلها عايزه تشيله فوق راسها، فده لوحده بفلوس يعني. وفي نفس الوقت زي ما بقول لك النادي مقدرك، حتى لو الفلوس اقل ده رزقك، ممكن ربنا يبقى عامل لك البركه فيه، حتى لو هتاخد بره اضعاف. بس ما يبقاش في بركه او عدم وجودك في النادي الاهلي ده في حد ذاته امر صعب جدا يعني. في كمان احمد ادريانو بيسالك ليه ما فكرتش ترجع الاهلي وليه ما بتروحش المنتخب؟ والله ما فكرتش ارجع الاهلي، ده اكيد انا نفسي لغايه النهارده ارجع النادي الاهلي، وما اقدرش حتى لو النادي طلبني في اي وقت ما اقدرش ان انا ما ارجعش يعني. ده حلم كان بيراودني ان انا من ساعه ما مشيت من النادي ان انا اقدر ارجع تاني، ما حصلش نصيب. حتى لو جت فتره والنادي فتح كلام مع نادي المقاولين ان انا ارجع ونادي المقاولين رفض، بس برضه انا مقتنع ان ده نصيبي في الاول وفي الاخر. حته المنتخب برضه انا ما اعرفش الحقيقه، عندي يعني عندي فيها كلام كتير، بس مش عارف اقول انا يعني. اعتقد ان انا مقدم يعني مش السنه دي حتى بس، الحمد لله الفتره الاخيره السنين سنتين ثلاثه اللي فاتوا مقدم بشكل كويس جدا، وعلى طول موجود الحمد لله في الملعب، بلعب ماتشات كلها. فما اعرفش برده حته المنتخب دي بالنسبه لي علامه استفهام كبيره. حاسس انك مظلوم في طبعًا الحته دي. انا شايف كده برده وجهه نظر في الاول وفي الاخر، واتمنى التوفيق طبعا للكابتن حسام وللجهاز اللي موجود ان هم ان شاء الله يقدروا يعملوا حاجه كويسه. انا بشتغل وبعمل عليها لغايه اخر وقت، اكيد نفسي ابقى موجود في المنتخب دي يعني، لو في نصيب ورحت دي هتبقى حاجه كويسه، لو ما فيش برضه نصيب انا زي ما بقول لك بشتغل وبعمل اللي عليا، ودي اهم حاجه يعني. طيب حسام حسن بيقول لك ايه افضل مباراه لعبتها في حياتك؟
افضل مباراه والله يعني الحمد لله، وفي ماتشات كتيره بالنسبه لي كانت حلوه، بس يعني انا ممكن اختار ماتش الاسماعيلي في الاسماعيليه، ده كان اول ماتش بالنسبه لي في مع النادي الاهلي، وكنت لسه صغير وكان ماتش صعب جدا، وعملت ماتش كبير الحقيقه. الماتش ده اعتقد هو ده اللي حطني على الطريق ان انا ابقى موجود يعني في النادي الاهلي، ده ماتش اكيد مش هقدر انساه، وعملت الحمد لله ماتش كبير، ولغايه دلوقتي معلم مع الناس كمان يعني، الناس مش ناسيينه يعني. خليني برضو احمد خميس بيقول لك مقالب كابتن محمد بركات فيك، ابهرنا بقى يا كابتن. لا كتير طبعا، بركات مقالب كتير جدا، مش عايز يعني اقول لك يعني، هو كان مقلب كده بسيط، قول لنا مقلب بسيط. والله يعني بص دلوقتي ممكن مابقاش فاكر، بس في حاجات طبعا ما ينفعش تتقال اكيد، وفي حاجات تنفع تتقال. بس بركات يعني كان هو بصراحه هو اللي عامل حاله في الفرقه الفتره اللي احنا كنا موجودين فيها، وبعدين كان على طول بيهزر، حتى لو انت نازله عندك ماتش نهائي مثلا افريقيا على طول بيهزر يعني. بركات ما ينفعش على فكره، في ناس مركزه وفي ناس لو خرجت بره التركيز مش تبقى كويسه، هو لا بالنسبه له الامور سهله جدا يعني. طيب لو رحنا لاسئله انستغرام، في محمد بيقول لك لو كان جالك عرض من الزمالك بعد ما سبت الاهلي على طول كنت هتوافق؟ برضه هو سؤال صعب قوي الحقيقه، بس ما هي كل الاسئله بس احنا مختارين لك الحاجات السهله شويه. سؤال صعب والله، بقى نادي الزمالك نادي كبير، بس برضه كان بالنسبه لي اعتقد الموضوع كان هيبقى صعب، انا بحب النادي بصراحه، النادي اتربيت فيه، وبرضه في يعني لغايه وقتنا هذا الحمد لله، واعتقد لغايه ما بطل انا محسوب على النادي الاهلي، ودي حاجه بالنسبه لي مشرفه جدا، فكانت الخطوه دي هتبقى بالنسبه لي صعبه وتقيله قوي يعني. طيب هاشم مصطفى مع احترامي طبعا لنادي الزمالك، اكيد نادي الزمالك نادي كبير يعني. اكيد هاشم مصطفى بيقول لك ايه اكتر قرار ندمت عليه في مسيرتك الكرويه؟ يعني بصي هم الحمد لله ممكن يكونوا قليلين جدا، لان انا الحمد لله يعني قبل ما اخد اي قرار ببقى مفكر بشكل كويس جدا، بس اقدر اقول القرار ان انا مشيت من الاهلي، لان برضو انا الوقت ده كنت لسه صغير، ما كانش عندي خبرات وما كانش في حد يقدر يوجهني بشكل كويس، لو كان حد قدر يتكلم معايا او يوجهني بشكل كويس كان ممكن قراري يتغير، بس زي ما بقول لك ده لو رجع بيا الزمن اكيد هفكر بشكل مختلف يعني، فاعتبر طبعا ان ده اكيد ممكن يكون اكتر قرار انا اخدته زعلان او متضايق عليه يعني. طيب في سؤال كمان بيقول انه برايك لو كان وقت لعيبه الجيل الذهبي في المنافسه القويه دي من الناحيه الاقتصاديه بين الانديه، تفتكر كان هيتم اغراءهم بسهوله انه يعني يسيبوا بقى الانتماء ويروحوا لاي نادي تاني؟ بصي برضو يعني انا دي ما اقدرش برضو اقولها، لان كل واحد ليه شخصيه وكل واحد ليه تفكير وكل واحد ليه اهداف وطموحات يعني كل واحد بيفكر على حسب شخصيته، فانما اللي اقدر اقوله ان انا الفتره كنت موجود فيها اللعيبه كلها اللي اتعاملت معاها كانت بجد لعيبه بتحب النادي، وكانت لعيبه مخلصه جدا للنادي، وكان كل هدفها ان هي تفرح جماهير النادي الاهلي، وكان في اوقات كتيره بيتعرض عليهم عروض احتراف يعني، عشان ممكن نقدر نقول الوقت ده ما كانش في حد في مصر بيدي ارقام كويسه غير مثلا النادي الاهلي او نادي الزمالك، فما كانش بيجي لهم عروض جوه بارقام اكتر، فكان في ناس بيجي لها عروض بره بشكل كبير وارقام كبيره، وكانوا بيرفضوا حبا ان هم موجودين في النادي الاهلي، بس برضه ما اعرفش التوقيت ده او اللعيبه دي. وانت قلت انه لا انت ما كنتش تعمل ده؟ لا طبعا ما كنتش هعمل كده طبعا. واللعيبه دي برضو زي ما بقول لك يعني اغلب اللعيبه بصراحه الفتره اللي انا كنت موجود فيها كان زي ما بقول لك كلهم كل تفكيرهم ان هم يقدروا يفرحوا الجماهير، ده كان بالنسبه لنا اهم حاجه، ان انت تكسبي بطوله والناس دي كلها اللي موجوده في الاستاد او الناس كلها اللي بتشجع النادي الاهلي ان هي تبقى فرحانه، ده كان بالنسبه للعيبه كتير بفلوس يعني. فاعتقد الموضوع ما كانش هيبقى برده سهل على اي حد، ما اقدرش اقول برده ان ما كانش في لعيبه هتفكر، لا اكيد كان في لعيبه هتفكر، واكيد كان في لعيبه ممكن تاخد القرار ده، فزي ما بقول لك اصل كلنا مش زي بعض، كل واحد وليه شخصيته وليه تفكيره. فاكيد كان هيبقى برده الموضوع يعني ممكن ندي شويه، كان ممكن الناس عقولها تتغير وكانت ممكن برده تمشي يعني. طيب في احمد مصطفى بيقول لك ايه طموحك بقى الفتره اللي جايه، ايه طموحك او قراراتك كمان بعد الاعتزال؟ يعني الفتره اللي جايه اكيد طموحي ان انا ان شاء الله مع المقاولين ان انا ان شاء الله ابقى موجود اطول فتره ممكنه، نادي المقاولين نادي كبير، وانا يعني الحمد لله مبسوط ومستريح نفسيا بشكل كبير، الحمد لله قدرنا نرجع النادي تاني بعد 15 سنه لبطوله افريقيا، دي حاجه اكيد يعني شرف لينا، وانا مبسوط جدا ان انا قدرت يعني اساعد زمايلي والناس كلها ان احنا نبقى موجودين تاني في افريقيا. طموحنا طبعا احنا الفتره اللي جايه او طموحي انا شخصيا ان انا زي ما بقول لك اقدر اعمل حاجه تاني لنادي المقاولين، لو قدرنا نحقق بطوله سواء كاس مصر طبعا هتبقى حاجه مشرفه جدا لينا، نقدر نوصل لابعد حاجه ممكنه في افريقيا، دي هتبقى حاجه كويسه جدا. السنه الجايه ان شاء الله نقدر تاني ندخل مربع ذهبي،
ما يبقاش الموضوع بالنسبه لنا صدفه او الموضوع بالنسبه لنا كانت سنه استثنائيه. يعني انا ان شاء الله بتمنى ان احنا السنه الجايه لو في نصيب ان احنا نقدر نمشي تاني على نفس الخطه اللي احنا مشينا بيها السنه دي. بعد الاعتزال والله ما فكرتش قوي لسه، يعني مش عارف. وبعدين انا مؤمن بحاجه ان انت يعني لعيب الكوره بالذات احنا المجال بتاعنا ده صعب، لان انت انا شايف وكان في مواقف قدامي كتير وكان في امثله كتير، مش دايما اللي انت الحاجه اللي بتبقى عايزاها بتحصل بعد الكوره. احنا عندنا الامور هنا في مصر صعبه، يعني انا قابلت ناس كتيره جدا بعد الكوره يقولوا عايزين نشتغل مدربين، بيشتغلوا محللين، واللي عايز يشتغل محلل تلاقيه بقى مدير فني او مدرب. فعلى حسب الدنيا هتاخدك لفين يعني. اكيد عندي اهداف كتير بعد ان شاء الله ما اعتزل، في حاجات كتير في دماغي، بس برضو الموضوع يعني هيبقى توفيق من ربنا، ربنا برضو ان شاء الله هيوجهنا لحاجه كويسه. بتمنى ان شاء الله بس بعد الاعتزال يبقى في خطوه كويسه الواحد ياخدها يعني أكيد. في كارير مختلف ان شاء الله باذن الله. موسم قوي مع المقاولين العرب يا كابتن، ومتهيألي في عناصر كمان جديده انضمت لكم وده عمل فرق، يعني في حد من باريس سان جيرمان. عبد الله ياسين جالنا من باريس، وجالنا لعيبه كتير السنه دي كويسه الحقيقه، يعني جالنا لعيبه السنه دي كتير كويسه قدرت تساعد الفريق. وبعدين الموضوع برضو عشان برضو الناس ممكن كان في ناس كتير بتشكك فينا السنه دي ان احنا ما نقدرش نكمل والموضوع هيبقى لوقت معين او دور اول، زي اكيد انت بتسمعي الكلام ده. فالحمد لله قدرنا ان احنا نكمل لغايه اخر السنه في المربع. وبعدين الموضوع ما كانش برضو صدفه بالنسبه لنا، احنا بدانا المشروع ده يمكن من بعد ما الكابتن عماد جه والجهاز الفني جه، ان احنا قدروا ينقلوا النادي في مكان تاني خالص. قدرنا نخلص السنه اللي فاتت بعد ما كانت الامور بالنسبه لنا في اول السنه مش كويسه، قدرنا نكمل نخلص السنه في المركز الخامس. وكنا قريبين جدا ان احنا نتم مربع، كان فرق 3-4 نقط عن النادي المصري، فقدرنا نكمل على السنه اللي فاتت وندعم بلعيبه تقدر تفيد الفريق بشكل كويس. وقدرنا السنه دي الحمد لله ان احنا نحقق طموحنا كلنا، وده كان طموحنا وهدفنا ان احنا نقدر ندخل مربع. والموضوع كان صعب جدا خلي بالك، لان انت تقدري تدخلي مربع ذهبي الموضوع مش سهل خالص في ظل الامكانيات اللي حواليك كمان. يعني احنا مع الفرق اللي ممكن تكون بتنافس على المربع سواء مثلا سموحه، انبي، المقصة، الاتحاد السكندري، في فرق كتير، الفرق دي بتصرف اكتر مننا، الفرق دي يعني ميزانيتها اكتر مننا بكتير، بس احنا الحمد لله قدرنا ان احنا كلنا نبقى في يعني نتكاتف ان احنا نقدر نحط النادي المقاولين تاني في المسار الصحيح. والحمد لله الموضوع عدى على خير وقدرنا نخلص السنه في المربع، وده كان حاجه مميزه بالنسبه لنا جدا. يعني وانتوا تستاهلوا طبعا يا كابتن، والحقيقه المقاولين العرب عمل يعني موسم قوي جدا، ان هو يكون في المركز الرابع، وطبعا تكونوا في الكونفدراليه ان شاء الله وتأدوا اداء كبير باذن الله. رساله منك بقى لجماهير الاهلي قبل ما نختم كده، لانه دايما جمهور الاهلي بيحب يشوف طبعا كابتن محمد سمير. لا طبعا يعني جمهور النادي الاهلي اكيد بالنسبه لي احسن جمهور طبعا في الدنيا، ويعني شرف ليا ان انا ابقى محسوب على النادي الاهلي. النادي الاهلي ده بيتي، وجماهير النادي الاهلي ليها معزه خاصه في قلبي. يعني الحمد لله الواحد لما بيقابل الناس في الشارع والناس لسه فاكره ان الواحد ادى النادي حتى لو وقت قليل، دي بتبقى حاجه بالنسبه لي ببقى فرحان بيها جدا. بتمنى ان شاء الله للنادي التوفيق الفتره اللي جايه، وبتمنى جماهير النادي الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه تدعم الفريق وتبقى على طول سبورت للفريق وعلى طول تدعم اللعيبه. ده شيء بيبقى مهم جدا بالذات الفتره اللي جايه، احنا بنتكلم النادي والتيم داخلين على نهائي افريقيا البطوله المحببه لجماهير النادي الاهلي. أنا إن شاء الله إن البطولة تقدر تاني ترجع للنادي بعد 7 سنين غياب، فترة طويلة هتبقى مهمة جدا إن هي ترجع تاني للنادي الأهلي. بتمنى من هنا لغاية النهاية إن شاء الله الجماهير تبقى دعم بشكل كبير للعيبة والجهاز الفني، إن هم إن شاء الله يقدروا يحققوا تاني البطولة التاسعة زي ما بقول لك البطولة المفضلة. إن شاء الله بعد النهاية نبارك لهم كده، والجماهير إن شاء الله تبقى مبسوطة يا رب. بشكرك جدا يا كابتن، كنت منورنا. ربنا يخليك. بشكرك جدا، وبشكر حضراتكم على المتابعه. كل المطلوب من جمهور الاهلي طبعا الدعم يكون في ظهر فريقه الفتره اللي جايه، وباذن الله نكون بنحتفل قريب بدوري ابطال افريقيا الاسبوع الجاي، حلقه جديده من برنامج السادسه. شكرا لكم.